السلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي هذه الحلقة الجديدة من منتدى 60 دقيقة. بهذه الحلقة أنا أرسلت العناوين التي سنتناولها في البحث، لكن طبعاً رح نكون منفتحين على مناقشة كما في كل مرة المواضيع التي يمكن يعني أن يكون فيها الرغبة بأن يطال النقاش. ممكن عندنا الموضوع اليمني في هذه الحلقة نعطيه يعني حصة، لكن سأبدأ في الحقيقة بنقطة أعتقد أنها نقطة فكرية جوهرية في كل مسار نهضة المنطقة ونهضة شعوبها ونهضة نخبها، وأخذت نقاشا طويلا خلال الفترات السابقة، وهي في تفسير أسباب ما سمي بالنقوص القومي. يعني بعد حرب 67 كثرت النظريات، ونحن هلأ يعني في ذكرى هذه الحرب، وتم التداول بأفكار كثيرة، لكن تركزت أغلب الخلاصات النظرية التي صاغها مفكرون عرب بنوا مكانتهم كفلاسفة ومفكرين على هذه المقاربات. كلها تتحدث عن العصر الانحطاط الجديد، تتحدث عن التخلف التقني كتفسير، تتحدث عن غياب الديمقراطية، تتحدث عن غياب الوحدة العربية، تتحدث عن أشكال أنظمة الحكم في بلادنا، عن مضمون النظرية السياسية التي تقود مسيرة حركة التحرر، سواء من استخدم هذا لنقد التجربة الناصرية أو من استخدم هذا للتبشير بأطروحات جديدة. ما ممكن يعني أن تتقدم المسيرة السياسية والنضالية بدون أن يواكبها تقدم فكري، لكن التقدم الفكري حسب يعني ما تقول التجارب التاريخية لا يحدث في التخيل، التقدم الفكري يحدث بناء على الوقائع. نحن الآن أمام زلزال عاصف في المنطقة، هذا الزلزال اللي بدأ عام 2000 وتبعه الفشل الأمريكي في العراق عام 2003، ثم تبعه انتصار تموز 2006، ثم انتصارات غزة، لكنه الآن في الذروة على الأقل بالمعنى القياسي، أنه قد نشهد مواجهات، وإن شاء الله سنشهد مواجهات أشد قوة واتساعاً وشمولية ومصيرية في رسم مستقبل الصراع في المنطقة. لكن مشهد أنه غزة البقعة المحاصرة الصغيرة الضيقة الكثيفة السكان تستطيع أن تهز الكيان وأن تخلق واقع جديد على مساحة العالم في التعامل مع الكيان، ولا نحكي عنه كيف بدأت تداعياته وإلى أين يمكن أن تصل وإلى أين يمكن أن تذهب. طيب هذا حدث ويحدث، قصفت تل أبيب للمرة الأولى في تاريخ نشأة الكيان منذ أكثر من 70 عام. لما بتكون تل أبيب تحت الصواريخ، لما بيكون الكيان نفسه هاي التداعيات السياسية اللي عم نشوفها قد يجد البعض لها ألف تفسير وتفسير، نتنياهو بده يفوت على الحبس والآخرين، لكن في شيء جوهري هي من تداعيات الذي جرى، هي في أثر هذا الانكسار الذي أصاب كيان الاحتلال وانعكاسه على المركز الإمبريالي الذي تمثله واشنطن، والتي يعني منطق العلاقة وقواعد العلاقة التي تنظم صلتها بالكيان كانت موضع أخذ ورد طوال سنوات ماضية، وإعادة صياغة في كل مرة على ضوء المتغيرات وضوء التطورات، وهذا أمر طبيعي يعني حتى بين الحلفاء والحلفاء المميزين والاستثنائيين، موازين القوى عامل حاسم. يعني لا نستطيع أن نتحدث عن علاقة حلفاء ونقول إنه هاي العلاقة يعني هي زواج كاثوليكي في السراء والضراء ومبني على الحب والغرام، والعلاقات بالآخر علاقات مصالح وموازين قوى، والتمسك الأمريكي بكيان الاحتلال قائم وعقائدي واستراتيجي، لكن طبيعة العلاقة بين المركز والطرف مهما كان الطرف مهما ونوعيا وأساسيا فهي بالآخر علاقة موازين قوى. طيب هذا كله يحدث بضوء الذي جرى أن كيان الاحتلال يفقد مكانته ومهمته الوظيفية ويتحول إلى محمية أمريكية، وعلى أمريكا أن تطعمه وأن تأويه وأن تحميه وأن ترسم المعادلات التي تحول أن يرتكب حماقات تجلب عليه المزيد من المخاطر. وبالتالي هذا من النتائج التي يعني نشهدها الآن بضوء هذه الحرب، بضوء هذه المواجهة. من الذي غير موازين القوى؟ طيب تغيرت موازين القوى دون أن يحدث شيء
من الذي كتبته النظريات. هذا ما بيستدعي مراجعة؟ يعني هل أن القوى التي تحركت على مساحة المنطقة لتنتج هذه المقاومة هي قوى تشبه ما كتب عنه في النظريات؟ يعني هي القوى المنتمية للنموذج الغربي في التمدن وفي الحداثة وفي التطور السياسي والاجتماعي، القوى العلمانية؟ هل هي القوى الديمقراطية؟ هل شهدنا تطور ديمقراطي في بلادنا على الطريقة الغربية قام بقيادة الأمة نحو إنتاج هذا التحول؟ هل شهدنا وحدة عربية هي التي تقف وراء هذا التغيير الشامل؟ أو حتى وحدة إسلامية، يعني بمعنى المدى الجغرافي والديمغرافي الأبعد؟ طيب نحن لا نزال أمة مشرذمة، ولا تزال حتى إذا عم نحكي عن الأمة الإسلامية أو الأمة العربية أو الأمة السورية، أي مستوى من مستويات التقييم الفكري لهيكلية المنطقة وشعوبها تعاني من ذات الأمراض، من التخلف، من أمراض الجهل، من أمراض التسرب العلمي، من أمراض ضعف الأبحاث، من أمراض النمو الاقتصادي البطيء، طغيان الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الإنتاجي، غياب الصناعات الثقيلة، عدم القدرة على تأمين اكتفاء ذاتي غذائي. فما بالك بالذين قالوا يجب أن نصبح دولة مصنعة للسلاح بالمقارنة مع كيان الاحتلال، وأنه يكون عندنا يعني ارتباط بمعسكر بوزن ما تمثله أمريكا أي الاتحاد السوفيتي، يصير عنده يعني نخوة هجومية مبنية على إعادة قراءة وتقييم وتصويب لمسارات مواجهة المشروع الأمريكي في العالم. كل هذا يعني تبخر. نحن الآن بمجموعات من المقاومين اللي غالبهم إسلامي، اللي يعني مش قاضين كل نظرية التمدن الغربي والديمقراطية الغربية، لكن الذين يملكون حكمة وعقلانية وواقعية علمية في مقاربة وقائع الصراع بذاتها يحدثون هذا الزلزال في أمة متشظية. وأنا كتبت الحقيقة بكتابي عن حزب الله فلسفة القوة، قاربت من هذا المدخل السؤال: كيف نجح هذا الحزب بأن يفعل ما فشلت عن فعله كل الأحزاب العربية التي قدمت نفسها أنها أحزاب خلاص وأحزاب تغيير وأحزاب تقدم وأحزاب ديمقراطية؟ شو هو سره؟ يعني طبعا الأحزاب الإسلامية إلى حق تباهي على اليساريين والعلمانيين والقوميين بأنه خلفيتها أو سبب تقدمها هو الموفقية الإلهية أو أنه الإسلام، لكن طيب حتى إذا بتمنى ناقشت يعني في هذا السياق أطروحة حزب الله وأنا أفسره أنه إذا كان الإسلام، طيب ليش القاعدة تفشل وحزب الله ينجح واثنين بيرفعوا الإسلام وما لدى حزب الله أو الإخوان المسلمين لأن حزب أوسع انتشارا في المدى السني اللي هو الثقل الإسلامي الأوسع والبحر الإسلامي الأكبر، وحزب له عمر تاريخي وله منظرون ليس لدى حزب الله مثلهم، ويعني بكفي كتب سيد قطب لحالها وعراقة في التاريخ وإمكانات هائلة وانتشار عالمي. ليش استلموا الحكم بمصر وهن كانوا يقولوا حتى إذا بتذكروا بحرب غزة 2012 قال مشعل قال إنه ضبط إيقاع الصراع على قاعدة حماية المركز الذي تمثله مصر ورفع من شأن المكانة المصرية بأيام حكم مرسي. طيب هاي الإخوان المسلمين ليش وصلوا إلى الفشل؟ ليش حزب الله نجح؟ إذا الشيعية، طيب العراق، يعني أنا أخذت كل الفرضيات، العراق حزب الدعوة هو يعني الأم التي ولد من فرع من فروعها قادة حزب الله ورموز حزب الله. طيب حزب الدعوة بثلاثة من رموز استلم الحكم بالعراق من فشل إلى فشل ومن مهانة إلى مهانة، يعني مرحلة الاحتلال والتعامل مع الاحتلال. فبالتالي طيب إذن أين هو التفسير؟ التفسير هو في الإجابة عن سؤال له علاقة، وأنا رأيي هذا هو القضية المركزية، هي فلسطين. أنت تشق الطريق نحو فلسطين وتتبلور قواعد الصراع الأخرى تباعا، يعني عندما تتجه نحو فلسطين وتوفر مقومات الاشتباك مع كيان الاحتلال وتستنهض كتلة كافية لإحداث توازن مطلوب في حركة الصراع لتبقى مستمرة ومستدامة، أنت هنا تحقق ما يمكن أن نسميه الاستقطاب التفاعلي، يعني تنشئ محوراً وتبدأ حركة الجاذبية بأن تستقطب حوله في كل نصر المزيد وفي كل تقدم المزيد، أن تقارب
واقع مجتمعاتنا بواقعية تحط على جنب العقائد والأيديولوجيات وتتعامل مع الوقائع كما هي، أن تضع الهدف الآني والهدف البعيد وتترك لما بينهما أن تملأه الأحداث بكل استعداد لتقبل المتغيرات والتأقلم مع المتغيرات، يعني الخروج من القوالب الجامدة ومن العلب الجاهزة ومن النظريات المعلبة. طيب، نموذج حزب الله يتكرر الآن على مدى أوسع بكثير، عندنا اليمن، عندنا نموذج غزة، بفكرة 4 حزيران اللي إذا بدنا نحكي عن الهزيمة العربية، كثير من الكتاب السياسيين قالوا أنه هزيمة عبد الناصر كانت شراكة سعودية إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي نحن عم نشوف الآن النموذجين اللي حكموا المنطقة، وأي واحد بيراقب المنطقة بيشوف كان أنه صعود ما سمي بالحقبة السعودية كان مترافقاً مع صعود العسكري للقوة الإسرائيلية، وبالتالي العصا الإسرائيلية والجزرة السعودية حكمتا المنطقة طوال نصف قرن، وهما الآن تتهاويان أمام أعيننا دون أن يكون هناك ما بشرنا به أو دعانا إليه الفلاسفة والمفكرون والمنظرون. وبالتالي هذا بيلقي على عاتقنا جميعاً يعني أن نفكر بإنتاج أجوبة نظرية على هذا الواقع وتقديم كيفيات للمواجهة. وأنا بعتقد أنه هون يعني حكيت مرة الماضية أنا بالعجالة، لكن أقول الآن يعني يجب أن نفكر بعمق إلى أي مدى نحن كنا منصفين بالحديث عن مفهوم الثورات الاجتماعية ببلادنا، أنه يجب أن تذهب إلى المدى النهائي ببناء أنظمة من نوع جديد وإسقاط أنظمة. والتجربة تقول بالواقع بلبنان أي نظام موجود، يعني أسوأ أنواع الأنظمة نظام عنصري بلبنان، يعني بيقوم على توزيع السلطة على أساس الهوية الدينية، نظام على المستوى الاقتصادي أسوأ أنظمة الريع، على مستوى التبعية للغرب يعني بتحكي إيد الأمريكي بقلب الجيش بكل تفصيل من التفاصيل. وبقلب هذا النظام طبعا لما كان بـ 82 لـ 90 عم نحكي عن أسوأ وأسوأ، يعني دولة محكومة بالكامل من الأجنبي، وفي قلب هذا النظام وفي قلب هذا المجتمع الممزق المفتت بالحرب الأهلية وبغير الحرب الأهلية نشأت هذه المقاومة وبدأت تحقق الانتصارات. طيب يعني كل مفهومنا عن الصراع اللي كان يعني بمرحلة معينة بالمراجعات اللي انعملت لحرب 67 أنه هذا يؤكد أنه بغياب الوحدة العربية يستحيل الانتصار على إسرائيل، البعض قال بغياب بناء النظام الاشتراكي الموحد في العالم العربي يستحيل الانتصار على إسرائيل، البعض قال بدون يعني نظام تربوي تعليمي جامعي بدون منصير دول مصنعة تملك القدرة على أن تنتج يعني الصناعات الثقيلة على طريقة نموذج اليابان ونموذج ألمانيا. طيب اليوم نموذج التنمية الإيراني أمام أعيننا، بأي آلة نظرية تمكنت إيران من بناء هذه الدولة التي تصنع الصواريخ والتي تصنع الطائرات، تصنع على فكرة الطائرات المدنية بإيران كلها صناعة إيرانية، وعندهم حوالي 3000 طائرة التي تخدم يعني بين المحافظات، إيران قارة مثل ما بتعرفوا يعني، والانتقال بين المحافظات يتم بالطائرات، القطار، سكة الحديد، العمران العام، صناعة الصلب، تقنية النانو، الطب وتقدمه وتفوقه، الصناعة الدوائية، إيران بين الدول 16 الأول بالعالم بالأبحاث والدراسات الجامعية وبالتقدم في مجال الابتكارات وتسجيل الابتكارات. طيب أي آلة نظرية صنعت هذا؟ طبعا برجع مرة أخرى يعني أنه أنا أقدر وأحترم مكانة الإسلام في العمق الثقافي لوجداننا جميعا بمفاهيم العدل ومفاهيم مواجهة الظلم ومفاهيم وحتى بالبعد الغيبي الوظيفة التي يؤديها يعني إشعال الحماسة ومقاربة القتال من موقع الإيمان بآخرة، لكن ما هذا موجود عند القاعدة، بس أخذ القاعدة على محل مختلف تماما هو المكان الذي جعلها، وأنا يعني ضميري مرتاح لما بقول هالشيء، أن تكون أداة بيد المشروع الاستعماري في المنطقة بكل الوجوه، يعني هي جيش رديف عندما يحتاج الأمر، وهي مبرر للتدخلات وللتشويه وللإساءة لكل تاريخنا وتراثنا عندما يستدعي الأمر أيضا. طيب الإسلام له دور أساسي في هذا لكنه غير كافي لتفسير هذا التحول، وبالتالي هذا الإنجاز أنا برأيي
يستحق من كل الذين يتعاطون الشأن الفكري والشأن النظري واللي بدهم يكونوا عارفين حالهم يعني شو الإسهام اللي ممكن يقدموه في حركة الصراع، أنه نوقف شوي. وأنا بعتقد في آلهة صنعناها نحن بقوة أنها أبدعت في إنتاج نظريات جديدة عن يعني العقل العربي، فشل العقل العربي، سقوط العقل العربي. طيب شو اللي انتصر هلأ داخلكم إذا لم يكن العقل العربي؟ يعني ابن خلدون بيقول أنه الجيوش هي قمة قدرات الدولة لأنه يمثلها مجتمعة وتضع في خدمته أفضل ما لديها من إمكانيات ومن خبرات ومن علوم ومن سواها. عندما غابت الجيوش الذي يحدث الآن في الساحة تقوم به الجيوش الرديفة، جيوش الشعب. يعني أنا لا أرى حزب الله إلا هو وقوى المقاومة في فلسطين، حماس والجهاد وقوى أنصار الله، إلا جيوش العرب الجديدة. طيب هذه الجيوش اللي فيها تكنولوجيا الطائرات المسيرة وصناعة الصواريخ والتنصت والترقب والتدرب على توطين التكنولوجيا، وبعضنا رأى يعني بعض الأفلام الوثائقية عن تصنيع حماس للصواريخ وإذابة وصهر القذائف الغير متفجرة وبعض السفن الغارقة، يعني في مدمرة بريطانية على سبيل المثال في بحر غزة يتم تقطيعها وإعادة صهرها واستخدامها بصناعة الصواريخ. عم نحكي عن تجربة جديدة، عم بحكي على المستوى النظري، على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي. هذا النموذج الجديد يسقط أبنية بكاملها، إهرامات فكرية وفلسفية ونظرية تتهاوى الآن، وبالتالي بناء وإنشاء مبنى نظري جديد لحركة التحرر في المنطقة هو مسؤولية. وأنا لا أعتقد أن حركات المقاومة قادرة على إنتاجه. حركات المقاومة مثل بكل التاريخ هي تقدم الإنجاز، وعلى الذين يتعاطوا شأن الفكر وشأن الثقافة وشأن التاريخ وشأن السياسة أن يقوموا بمحاولة التفسير والاستخلاص ووضع القواعد والقوانين التي يقدمها لحتى نعمل النقل الثاني، لأنه لا تحدث النقلة الثانية المطلوبة بدون امتصاص واحتواء واستيعاب ما أنتجته التجربة وتحويله إلى قواعد فكرية، إلى قواعد نظرية. من هون أنا مثلاً إذا حدا بيجي بيقول لي أنه يعني موضوع شكل أنظمة الحكم، موضوع تداول السلطة، موضوع حتى الأنظمة الملكية، أنه يعني نحن غاب عن بالنا مثلاً أنه كيف ببريطانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها 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 تمجد الديمقراطية، ونحن أنه لا ما بنقدر نفهم الكويت مثلاً أن تكون فيه هذه الخصوصية، أنه بالآخر بالكويت صيغة نظام الإمارة تناقش بصفتها تعبير عن التخلف، بينما يجري تمجيد وتعظيم الملكية في بريطانيا وفي بلجيكا وفي هولندا، وهي تقتطع وأسبانيا، أنه بنت ديمقراطيات عظيمة وديمقراطيات قادرة ومهيئة. أنا رأيي أنه أنا بالنسبة لي الكويت في ظل الإمارة ورفض التطبيع والموقف من فلسطين أحسن من أي جمهورية ديمقراطية يمكن أن تكون. بمعنى في حركة التحرر محور الصراع هو الذي يقرر، هو الذي يحدد. أنا بالأردن إذا حدا من الأصدقاء بيسألني شو بتقترح، أنا ما عندي مشكل مع النظام الملكي لأنه نظام ملكي. أنا إلغاء الاتفاقية أو إقفال السفارة بداية هو إنجاز أعظم من تغيير النظام لتأتي ديمقراطية تمد يدها للاحتلال. يعني ما عندنا ديمقراطيات عربية من غير شر، الربيع العربي كله كان مصمم استبدلوا الديمقراطية لتحل مكان فلسطين، وروحوا تلهوا قد ما بدكم بالديمقراطية وبالصراع على الثروات وبأشكال أنظمة الحكم وحركات الاحتجاج وتنظيم الحريات والإعلام وسواها، بس تركوا فلسطين. مثل ما لإيران قال خدي نووي وعملي عسكري وصنعي صواريخ، هاي الهند وهاي باكستان عندهم نووي وعندهم نووي عسكري وما حدا عم بيقول لهم يا محلى الكحل بعينكم، المهم ابتعدوا عن فلسطين. لأنه في نهاية المطاف خلينا نتفق عشي، هذا النظام الحاكم للعالم، هذا النظام المهيمن على العالم اللي بتمثله الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة القوة فيه في منطقتنا ونقطة الضعف فيه في منطقتنا هي كيان الاحتلال. عندما يصاب هذا الكيان في الصميم ويصبح مهدداً في الوجود ويتم إسقاطه في النهاية،
تسقط يعني الهيمنة الأمريكية، تخسر أبرز وأهم أدواتها ومرتكزاتها التاريخية والوجودية، لأنه هذا الصراع معها رح يكون في الحلقات الأخيرة لإزالة الكيان، لن تكون أمريكا بعيدة عن هذا الصراع. وبالتالي إذا نقطة الاشتباك التي تتكوكب حولها المعسكرات، معسكر التقدم والتغيير والتنمية، وفي تنمية ليش إذا مهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على بلادنا، في تنمية وتقدم إذا إسرائيل صاحبة اليد العليا في كل شأن وكل أمر في المنطقة. وبالتالي بهذا المعنى قيمة وعظمة المقاومة أنه هذا الموضوع اكتشفته مبكرا، أنه لا استقلال لا استقرار لا تنمية لا تقدم بدون حد أدنى حد أدنى حد أدنى إسرائيل ضعيفة، إذا لم نقل دون زوال هذا الكيان. وبالتالي كرست نفسها مش عند أول كوع بدأ أنها امتلكت من القوة في الصراع مع الاحتلال ما يمكن أن يؤدي إلى تقديم عروض إغراءات لها للانخراط في السلطة، كوعت وراحت على السلطة، لأنه هذا حدث مع كثير من حركات التحرر السابقة في المنطقة، أنه بدأت ثورية بدأت قضيتها مواجهة جذرية مع الكيان، باللحظة التي بدأ فيها أنها امتلكت من القوة ما يستدعي دق بابها وفتح الباب أمامها، ذهبت وانهمكت في السلطة. وبالتالي عم بحكي بلبنان على سبيل المثال، شو اللي أذاب مكانة حركات المقاومة وحصرها جميعا بحزب الله؟ شو بدي بالتجليط اللي بيطلع من بعض اليسار وبعض التيار القومي انه حزب الله صادر ومنع وقمع ومدري شو الى اخره؟ هذا حكي يعني غير قابل للصرف اصلا، هذا حكي بنعرف نحن في الميدان، انه من 92 عندما بدأ الطائف كلهم صاروا بدهم يعملوا نواب، واصبح همهم المشاركة في الحكم وان يكونوا جزءا من يعني لهم قطعة من جبنة السلطة، وتركوا حمل المقاومة على ظهر حزب الله، واستطابوا نظرية نحن منعنا ونحن ممنوعون ونحن مقموعون. مين قمعكم ومين منعكم؟ أصلاً اللي كان محالف وليد جملاط بمرحلة أساسية تحت عنوان هو مقاومة، وليد جملاط حارس حدود، يعني كيف في فسرنا إياها لهي القصة؟ وأنه هو ما بيعمل عمليات بمنطقة الشوف اللي هي على تماس ممتاز للاشتباك بحكم طبيعتها الجغرافية، وبيطلع بيقول لك حزب الله بجنوب مانعني. طيب وانت قدامك جبهة من باتر الى الاولي مفتوحة مع الاحتلال، لا ما بصير نزعل وليد بيك هونيك لانه عامل اتفاق مع الاسرائيليين، ممنوع المرور وممنوع العبور وممنوع. فبالتالي نحن قدام لا، اللي ادى الى ان يبقى حزب الله وحده بالميدان هو ان الاخرين تركوا حركة المقاومة والنشاط المقاوم والمسؤولية المقاومة فاغرتهم السلطة. طيب حتى على مستوى الدولتين الأساسيتين في الصراع في المنطقة اللي حملتهم مصر وسوريا، شو اللي أضعف القدرة غير الانهماك بمشاكل الحكم؟ عبد الناصر استنزفته السلطة وأضعفت يعني كل جذوة الحركة الناصرية وقدرتها على إحداث تغيير في مواجهة الاحتلال. كذلك سوريا اللي يعني أكل من حيوية الاندفاعات التي تلت حرب تشرين 73 هو انهماك الدولة بما ترتبه بإمساكها بالجغرافيا من تبعات، بصير ثقل الضغوط وثقل التحديات ومحاولات التخريب يستهلك جزء من قدرتها، وبالمقابل مسؤوليتها بإحداث إنجاز بحياة الناس بيستدعي أن تنخرط بمنظومة علاقات للدول. وأنا أذكر هنا أنه طبعا هذا لا يعني أنه نحن مش بحاجة لدول داعمة، كما هو حال إيران وسوريا تهتم بمواطنيها وتخوض معادلة الدولتية على مستوى العالم، لكن تشكل قاعدة ارتكاز للمقاومة كما فعلت إيران وكما فعلت سوريا. هون إذا نحن أمام مشهد شديد التعقيد في الحقيقة على المستوى الفكري وعلى مستوى النظري. أنا أردت من خلال هذه المداخلة أني أقول آن الأوان لنهتك، يعني هذا الجدار اللي انبنى بعقولنا لمنظومة مفاهيم سوقت لنا فكرة ربط قضية الاشتباك مع الكيان بمجموعة شروط تبدو أنها أولاً غير ضرورية بدليل الذي جرى، مثل ما بيقولوا أهل الفقه دليل الإمكان هو الوقوع، أنه في شيء حدث واهتز الكيان وأصيب الكيان دون أن يكون أي من هذه الشروط متوافراً، وبالمقابل ربما عند البعض الآخر لتكون شروطاً تعجيزية للقول بأنه خيلت لمنا لا تؤخذونا مش قادرين نواجه لأنه ما قدرنا نتوفق بهول العدة ما اكتملت، لكن الآخرين الذين نجحوا
لم يطلبوا هذه العدة، طلبوا عدة من نوع آخر، وها هي تكتمل. وبالتالي هون يعني الحركة الفكرية العربية معنية الآن أولا برد الاعتبار، مين اللي بيّن أنه عم بخطط هلأ؟ في قوى عربية عم بتخطط، وفي كيان عم بخطط وخططه تفشل. يعني في حاجة لحقنا بجلد الذات على العقل العربي المتخلف والعقل العربي العاجز والعقل العربي هذا، والتفوق الغربي لا يمكن أنه أنت تضاهيه. حتى أنا أذكر أنه في بعض النقاشات كان يقال بعض المفكرين، يعني مش أنه عم نحكي عن ناس مشبوهين أو في المعسكر الآخر، أنه نحن لم نعطي جهداً كافياً للعمل في الغرب في أوساط الرأي العام لتكون لدينا اللوبيات القادرة على مواجهة اللوبي الصهيوني. هاي الحركة الغربية الآن العارمة في الشوارع، قالوا لي مين بي ومين إما، يعني من من العرب اشتغل عليها؟ مين اللي نظم هذه المظاهرات التي تخرج في كل أنحاء الغرب ومعروف بأنه هي جزء من تطور حركة الصراع؟ أنت لما بتبني قوة وبتبلش تهشم عظام هذا الكيان ويخرج عن طوره ويبدأ بارتكاب جرائم موصوفة غير قابلة للتغطية، عندما بتكون هاي الجرائم وهو في موقع الإنجاز وعد سده في حدا بينتقده، هو عم يربح بيعمل اللي بده إياه. لكن عندما يصبح عبئا في البعد العسكري وعاجزا عن تحقيق الانتصار، كل جرائمه بده يتحاسب عليها. وبالتالي في قانون جديد لحركة الشارع الغربي أنتجته هذه الظاهرة، نحن معنيون بقراءته. قانون بيقول أنه الأصل في إنتاج التداعيات في العالم كله هو في ميدان الصراع، أن تثبت في الميدان وأن تحقق الإنجاز في الميدان وأن تكسر هيبة العدو في الميدان وأن تستدرج العالم كله ليعيد حساباته وقراءاته من الميدان، وأن تترك الانعكاسات والتداعيات تؤثر في العالم وتغير في العالم. وضحكوا علينا هني أصلاً لما قالوا اللوبيات، لأنه في تجربة حرب فيتنام كلنا منتذكر، حرب فيتنام أخرجت الشارع الأمريكي عن بكرة أبيه. كان عنده اللوبيات الفيتناميين هناك، أم كان الأذى اللاحق بالجيش الأمريكي وإذلال الجيش الأمريكي والتوابيت العائدة إلى أمريكا مع الكوارث النفسية والاجتماعية التي رافقت الهزيمة هو الذي أخرج الناس في الشوارع؟ من هون أنا أدعو إلى حملة تنظيف فكرية لكل التلوث الذي جرى ضخه في عقول النخب العربية والمثقفين العرب، وأخذت ناس نياشين وألقاب على أساسه يتكسر الآن، يتحطم الآن، يتهشم الآن. النقطة الثانية اللي بدي ننتقل لها هي على مستوى القراءة السياسية. طبعاً بالمعلومات الآن نحن أمام، يعني نحن عشية توقيع الاتفاق النووي مع إيران. أنا أذكر نحن باللقاء الأول من شهر وأسبوع تقريباً ناقشنا هذا الموضوع، وكان في آراء يعني متعددة حول الموضوع. الآن الموضوع مثل ما بيقولوا قضي الأمر الذي كنت ما فيه تستفتيان، يعني الأمريكي والإيراني وصلا إلى النص المكتوب، وتجري الآن في بند واحد بالرزنامة إلو علاقة بمتى تفكك إيران أجهزة الطرد المركزي النوعية بأي مرحلة، يعني بالمرحلة بالنقطة 3 ولا بالنقطة 7، يعني بعد شهرين ولا بعد 6 أشهر. هذا عم يأخذ ويعطي، ولا يمكن أن يشكل نقطة يعني ينسف الاتفاق على أساسها. بالنسبة للطرفين مهم، بس مش إلى الدرجة التي يعادل فيها مصير الاتفاق. ومعه نحن قدام مشهد حكومة جديدة في كيان الاحتلال، وقدام مشهد مساعي جدية في وقف الحرب في اليمن. وهلأ يعني معنا زميلة مشاركة معنا كانت بأكثر من حلقة، أنا تمنيت عليها الأخت أمل الهملي أن يعني من اليمن أن تقدم لنا ولو بعشر دقائق يعني موجزاً عن التطورات والآفاق في المشهد اليمني عسكرياً وسياسياً. طيب نحن قدام متغيرات نوعية، سوريا هذا النصر العظيم، طبعاً لازم تعرفوا أنه في 12 سفارة غربية وعربية تستعد الآن لإعادة فتح مقراتها في دمشق. عم نحكي عن اليونان، وعم نحكي عن هنغاريا، وعم نحكي عن صربيا، عم نحكي عن النمسا، عم نحكي عن السويد، عم نحكي عن هولندا، عم نحكي عن السعودية، عم نحكي. وبآخر العام أعتقد يعني حسب معلومات عندي أنه الفرنسيين محددين تشرين تاني هني أيضا سيفتحون، ومعهم إيطاليا ومعهم أسبانيا. بالتالي هذا الانتصار السياسي في سوريا اللي بدأ بهذا الطوفان الشعبي اللي قطع الشك باليقين حول أين يقف السوريون داخل سوريا وخارج سوريا في ضوء هذه المتغيرات بعد 10 سنوات من الحرب، منها سنة يعني من أقسى السنوات التي عاشها السوريون على المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، كانت هي الاختبار الذي تنتظر نتائجه.
نحن قدام مشهد إذن يقول بأن ثمة محور ينتصر. النصر ما عاد مثل أيام ما كان بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أنه في طرف بيرفع الرايات البيض وفي طرف بيملي الشروط. ما عاد النصر بدخول عاصمة القوة المقابلة كما كان يعني بما قبل القرن التاسع عشر والثامن عشر. نحن قدام شكل أشكال النصر تغيرت، اللي هي في إعادة رسم قواعد اشتباك. هذا هو شكل النصر الممكن في القرن الواحد والعشرين. واضح الآن أن التسويات وقواعد الاشتباك كلها تتم وفق دفتر شروط قوى ودول وحكومات محور المقاومة، التي أعيد وأكرر العقلانية والحكيمة والواقعية والمدركة لكيف تنمي وتطور ميزان القوى بشكل متدرج وبشكل تراكمي، وصولا إلى لحظة المنازلة الشاملة التي لا يجوز أصلا أن تكون إلا حول فلسطين. طيب، قدامنا نقطتين جداد. النقطة الأولى حكومة جديدة في كيان الاحتلال، بعض عم بيحاول يفسرها بالأسباب الداخلية للكيان وبالتنازعات بين الكتل. وأنا رأيي إذا طلعنا شوي من المشهد التفصيلي وطلعنا من بعيد، نحن قلنا سنتين الكيان يدور في حلقة مفرغة. هذا التشظي السياسي أليس ظاهرة؟ قبل ما نحكي بتفاصيلها، يعني نحن مش قدام ظاهرة اسمها أنه من 70 سنة لليوم للمرة الأولى الكيان بيعمل 4 انتخابات ويعجز عن تشكيل حكومة. غياب القيادة التاريخية مش علامة فارقة. أيام الكتل الكبرى التي لم تعد موجودة والمعسكرين الأساسيين غابا عن المشهد، وأدخن كتل اليوم وتجمع عنده 30 نائب من أصل 120 بعد ما كنا بأيام 45 و47 و50. طيب، هذا الضعف السياسي أليس نتيجة عجز الكيان عن مقاربة قضية الحرب التي قام عليها أصلاً؟ إنه هذا الكيان اللي كان يحقق انتصارات ما كان عنده أزمة سياسية. هذا الكيان الذي فقد القدرة على تحقيق الانتصارات ثم فقد القدرة على شن الحروب، ومشهد غزة الآن هو خير مثال. شو بدك مشهد أكثر من إنه الصواريخ عم تتساقط على الكيان؟ حدا كان بيتخيل هذا الشيء بقلب العاصمة وهو يقبل وقف نار قبل أن يمسح غزة عن بكرة أبيها وتدخل دباباته إلى آخر نقطة فيها ويعتقل آخر من يعني شخص يمكن أن يفكر بإطلاق النار على الكيان؟ بيقبل بعد 11 يوم والصواريخ لا تزال تنهمر دون أن يحرك جيشه لعملية برية؟ شو بعد فيه؟ هزال أكثر من هذا الهزال. وبالتالي هذا الهزال ما إله تداعي بالسياسي؟ هذا الشعور بأن الكيان أصبح خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، يعني صار خردة. معمول خسر الحرب وانتهى، بس عمول هذا الكيان الآن يفقد القدرة على خوض الحرب بعدما فقد القدرة على صناعة النصر. طيب، هذا أكيد له تداعيات. أول تداعياته منبلش نشوف مزيد من التطرف، ومنبلش نشوف مزيد من البحث عن استراتيجية خروج. وستتصاعد الأصوات التي تتحدث في الكيان لا نريد ولا نقبل بأن نكون جزءا من حركة المستوطنين، أنه بدنا ندفع فاتورة هؤلاء المجانين الذين سيأخذون الكيان إلى الدمار. هذه أصوات سنبدأ نسمعها. الولايات المتحدة الأمريكية مش لاعتبارات كيدية أنه والله بايدن بعده حافظ له لنتنياهو أنه دعم ترامب، وأنه لا، ما أصلا الاستفافات كانت حول مواضيع وحول قضايا. ترامب ونتنياهو وبن سلمان كانوا متضامنين متكاملين على فكرة اسمها أنه مزيد من الضغط على إيران ومحور المقاومة عسكرياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً سيؤدي إلى إخضاعه. الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية عم تعمل خط بياني. هو الأربع سنين اللي مع أوباما انتهوا بآخر 4 سنين، انتهوا بالاتفاق النووي. هذا الاتفاق النووي بعد منه بدأت تنمو انتصارات محور المقاومة في سوريا، ويبدو أن قوى وقدرات محور المقاومة تزداد. اجت الدولة العميقة قال ستوب اتفاق نووي، نحن بدنا اياه لحتى نحقق فيه انجازات. وجاءت بترامب لهذا. واحد يعني ينوهم بانه الرئاسات تغير السياسات. بامريكا السياسات تغير الرئاسات، تتغير السياسة بحكم المصالح فيؤتى بمن يلبيها. طيب، التجربة مع ترامب لوين وصلت بالاربع سنوات؟ مزيد من الانتصارات الاستثنائية لمحور المقاومة. اليمن انطلاقة الانتصارات الكبرى فيه تمت بعهد ترامب. حزب الله وصواريخه الدقيقة في عهد ترامب.
الحشد الشعبي وانتمائه إلى محور المقاومة في عهد ترامب، انتصارات سوريا المتدحرجة في عهد ترامب، صواريخ إيران من 700 كيلومتر إلى 3000 كيلومتر في عهد ترامب. بالتالي إذن هاي الضغوط القصوى هاي نتيجتها عودة إلى المربع الأول. طيب إذا بايدن جاي يقول لا حل إلا بالانخراط، ما عاد عندنا خيار، وبالتالي الأولوية لم تعد ثلاثية ملف نووي صواريخ حركات مقاومة، نكتفي بالملف النووي ونتساكن على أمل أنه نشوف شو بنعمل لاحقا مع الصواريخ، يعني بالتهدئة السياسية ومع حركات المقاومة، ونكتفي بهذا. طبعا بدها تقوم قيامة إسرائيل طبعا، لأنه لما بتقول حركات المقاومة والصواريخ خارج النقاش بده يكون هذه الانتفاضة، هذه المحاولة للتأثير، سواء بخلق أمر واقع أمني بالتفجيرات التي استهدفت إيران، أو من خلال محاولة جر المنطقة إلى حرب تورط فيها الولايات المتحدة الأمريكية، مع مأزق العجز عن حرب والعجز عن تقديم حل سياسي بفلسطين، بصير لعبة سياسية يقودها المستوطنون المتطرفون، وبالتالي بيلحقهم القائد السياسي الذي يريد أن يكون في صدارة الواجهة السياسية. ومش بعيد أصلاً عن عقولنا ما رأيناه أن الذي جرى هو استثمار نتنياهو على حركة المستوطنين والمتطرفين، والذهاب للاستعداد لدفع المنطقة نحو حرب إقليمية. طيب الأمريكيين هاي الحرب جرت أمام أعينهم، فيها واحد أنه نتنياهو ما قدر يكمل الحرب، يعني لو قدر يكمل الحرب ويحقق فيها إنجاز كان في موازين قوى مختلفة، وكانت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ثمرت هذه الموازين. هو وصل إلى نقطة يعجز عن مواصلة الحرب، بالمقابل بدأ أن الكيان مهدد، لأنه شو تهديد الكيان؟ تهديد الكيان اللي ما تعود بعمره أنه بيعيش بالملاجئ هو بأن يشعر بأن قبته الحديدية عاجزة عن توفير الأمن، وبأنه عاجز عن إسكات الصواريخ، وأنه مش مطلوب منه يبقى بالملاجئ شهر لنكون خلصنا وانتهينا، لا، أنه هذا أمر فوق طاقة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي بدنا نتعايش ونتساكن مع واقعة أننا للمرة الأولى نصبح على حدود في الشمال وفي الجنوب نحن عاجزون عن ضبطها، عن احتوائها، وعن وضع قوانين صراع معها يد إسرائيل فيها هي العليا. هذا زمن انتهى. طيب لما بيصير هذا هو الوضع، تدخل أمريكا لتضع شروطها، نعطيكم مال، نعطيكم سلاح، لكن من اليوم ورايح أنتوا تلاميذ مهذبين بالصف، بدنا حكومة تنفذ تعليماتنا، نحن رايحين على الاتفاق النووي ولا نفس بدنا نسمع، بدكم تقبلوا الشروط الأمريكية، إقصاء نتنياهو، مش لأنه نتنياهو، لأن المطلوب حكومة مطيعة، حكومة بلا قادة، حكومة على مستوى كبار موظفين، هذا نمط الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال. ما كلهم يمين، يعني ما حدا يقول بإسرائيل في يمين ويسار، كلهم يمين وكلهم متطرفين وكلهم صهاينة ومتمسكين بكل الأرض الفلسطينية، لكن المقدرات هي التي تصنع السياسة، الإمكانات هي التي، مش عم تحكي هون عن الرغبات والتمنيات، الرغبات والتمنيات تؤدي إلى الاصطدام بالجدار. طيب اصطدمت بالجدار، ليش وقفت الحرب؟ إن كان نتنياهو وإن كان الآخرين، يعني جانس ونتنياهو أشكينازي من الثلاثة بالحكومة، والثلاثة وافقوا على وقف النار، ووقف النار هو خزي وعار لكيان مثل كيان الاحتلال. وبالتالي إذن التسليم بالعجز، التسليم بالفشل، يفتح الباب لإعادة فك وتركيب الخطوة الأولى فيها حكومة، وبعد الآتي أعظم، ما بنعرف يعني الأمريكان لوين بمدوا أيديهم، ومنبلش نشوف حركات سياسية جديدة، ومنبلش نشوف أوضاع جديدة، لكن هو أحد ينوهم أنه في تسوية، هو أحد ينوهم أنه هي حق حل الدولتين وفك الاستيطان، وهذا كله خزعبلات. ما يريده الأمريكيون مع حكومة جديدة بلا ماضي، ما من حامل أثقال أطروحات نتنياهو وميراثه السياسي بنظر الفلسطينيين، هاي الحكومة الجديدة بتزبط معها نظرية أعطوا فرصة، وبالتالي خلي نشوف، وفي بالضفة الفلسطينية والعربية مين اللي مستعد يلاقي بمنتصف الطريق ويصفق، لأنه جماعة التسوية على المستوى العربي والفلسطيني حاضرين، ما هم يهمشهم فعل المقاومة كما يهمش قيادة الكيان، وبالتالي هول بالنسبة لهم يعني يتمنون اللحظة التي يأتي فيها الحديث، أنه استئناف التفاوض دون أن نحدد سقوفا،
الأمريكي بيقول على أساس حل الدولتين، وما ضروري الحكومة الإسرائيلية تقول على أساس حل الدولتين، وخلينا نرجع نعود نتفاوض ونرجع نهدئ ونرجع نوقف حركة الصراع. طبعاً هلأ أنتم شايفين نتنياهو عم بيصعد للماكسيموم، والشباب الفلسطينيين أيضاً في القدس وفي غير القدس ذاهبون إلى مزيد من المواجهات. لكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة سنختبر هل سيستطيع هؤلاء السيطرة على الموقف وتخفيض سقف التوتر. أنا برجع بقول هون قناعتي بأنه قد يحدث هذا ظرفياً، ولكنه غير قابل للاستمرار، لأن مشكلة القضية أصبحت، يعني مصير القضية أصبح بيد طرفين لا يملك السيطرة عليهما، لا الأمريكي ولا النظام العربي ولا قيادة السلطة الفلسطينية ولا الحكومة الإسرائيلية. الطرفين هن المتطرفون والمستوطنون في كيان الاحتلال وقوى المقاومة. إسرائيل تريد أمنا من قوى المقاومة لا يملك أن يعطيه محمود عباس ولا الجامعة العربية ولا حدا، والأمريكي ومشروعه يستدعي تهدئة لا يملك أن يعطيها لا لبيد ولا بنت ولا حتى نتنياهو. من يملك أن يعطيها هم المستوطنون والمتطرفون الذين يرون في إنهاء الوضع في القدس قضية عقائدية وليس فقط قضية سياسية، ومثلها طبعا أرض 48 والضفة بامتداداتها كلها. لذلك الأمريكي الآن يحاول أن تكون أولويته التهدئة، بيشتري 6 أشهر مع حكومة جديدة في كيان الاحتلال، وقف نار في اليمن، عم يضغط على السعوديين قد ما بتقدروا، يعني ما مشي الحال بعد أعطوا، ما مشي الحال أعطوا بعد. طبعا شروط اليمن واضحة، لا وقف نار دون فك حصار، بدون شروط فتح المطار والمرفأ. هلأ في اجتماعات بعمان يعني واجتماعات موازية في صنعاء للبحث ببعض العروض الجديدة. بالاتفاق النووي الأمور تصل إلى نهاية، يعني نهاياتها أو خواتيمها خلال الأسبوع المقبل. وبالتالي ضمن هذا المشهد ينتقل الأمريكي من الاستراتيجية إلى المياومة على مبدأ الحفاظ على التهدئة ثم نرى، منع الانفجار، منع الذهاب إلى الحروب الإقليمية الكبرى ثم نرى كيف نتصرف. بالتوازي عندنا مجموعة أزمات بالمنطقة، واضح مثلا هون أنا حطيت بند يعني من باب يعني التوقف أمامه، لأنه ممكن يعني بعض الأصدقاء والزملاء عندهم تساؤلات حول مصير الحكومة في لبنان. هو واحد من العلامات أنه مش كل شيء تحت السيطرة، أنه رغم أننا نتحدث عن يعني المركز الإمبريالي وسيطرته، نتحدث عن تبعية، لا في هوامش. يعني هذا النظام الطائفي بلبنان على سبيل المثال ينتج قوانين حركة وينتج قوانين صراع واضح أنها تؤدي بوضوح إلى فشل دائم، إلى عجز دائم، إلى دورة مستمرة من الأزمات ومن الأزمات والحروب اللي بتعيد إنتاج ذات النظام. يعني أنا بوحدة من المقالات اللي كتبتها قلت سنكتشف يعني خلال فترة غير بعيدة أنه ذات النظام اللي أنتج بالطائف، اللي هو ذات النظام اللي كان بالأربعة وسبعين، كل 25 سنة البلد بيستقطب كل أموال الاغتراب، بتروح بالبنوك بالفوائد، تنصرف بالدولة على الفساد وعلى يعني تعميم الفساد، بينفجر البالون الفوائد والديون معاً، نرجع للصفر، تهرب الناس ترجع لبرا، دورة اغتراب جديدة، ثم إعادة تركيب وترميم للنظام على ذات الأسس، ومنرجع من عيد الدرس. هلأ طبعاً بمتغيرات الصراع بالمنطقة قديش تقدر المقاومة تشكل طرف جديد في صناعة معادلة داخلية في لبنان، طبعاً هذا قدامه تعقيدات كثيرة، حتى ما حدا يعلي السقف، يعني أنه المقاومة الآن يمكن تقدر تساعد بحل بعض المشاكل مثل موضوع استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية أو سواها. أما مفهوم التغيير إذا ما في قوة عابرة أو جبهة يا سيدي عابرة للطوائف، يعني لها ثقلها بين المسيحيين وثقلها بين المسلمين بتنوع مذاهبهم وعلى قلب رجل واحد، يعني عند رؤية موحدة في النظر للنظام، وهذا منه موجود، ما حدا يتوهم. رغم كل الحكي عن الإصلاح، التيار الوطني الحر هو التيار المسيحي أولاً، بعدين بنحكي بالباقي، وبالتالي هو في استراتيجية مع المقاومة اللي اسمه موضوع السلاح وحماية لبنان وقوة لبنان، لكن هو في الداخل محكوم برؤية مسيحية. تيار المستقبل محكوم بمصالح الفئة
التي أنتجتها الحريرية، لكن بالعصبية المذهبية التي يقوم بتحريكها وإدارتها. حركة أمل تمثل أيضاً شيئاً مشابهاً في الطائفة الشيعية من الشرائح التي دخلت في الدولة واستفادت من خلال وجودها بالدولة. وليد جملاط هكذا على الصعيد الدرزي، فما حدا يتوهم أنه في ظروف ناضجة لإنشاء يعني جبهة تقدمية تغييرية في لبنان. ما أنتجته الأزمة من يعني تنظيمات وتشكيلات في المجتمع المدني، أغلبها امتداد للسفارات، تم تشكيلها أصلاً لنظرية تقول إسقاط لبنان يؤدي إلى سقوطه على رأس المقاومة، وبالتالي يجب أن يخرج من يرفع شعار أن سلاح حزب الله هو سبب أزماتنا، حاصروا حزب الله فتفتح لنا السعودية وأوروبا وأمريكا حنفيات الأموال ويمكن إعادة تعويم لبنان. بالتالي أنا لا يعني أتأمل كثيرا من إمكانية الوصول إلى حلول جذرية في لبنان، لكن أقول لبنان جزء من مناخ المنطقة. الأمريكي الذي يعمل على التهدئة بشكل عام كما راهن على إسقاط لبنان ليسقط على رأس حزب الله، عندما يذهب إلى التفاهم والتصالح مع المركز الذي تمثله إيران تسقط قضيته في الرهان على يعني تجفيف مصادر تمويل حزب الله. ما أنت لما بتروح 120 مليار دولار لإيران تفرج لعنهم، حزب الله ما بيتمول من الاقتصاد اللبناني، جماعتك بيتمولوا من الاقتصاد اللبناني كأمريكي. حزب الله يعني مثل سنة 2015 كان له مليارين دولار على الدفتر عند إيران دفعوا له إياهن وقت اللي حررت الودائع. هلأ بعض الحديث يقول أنه 120 مليار ممكن يجي 6 مليار منهم لحزب الله. بالتالي شو بتروح بتسقط السقف اللبناني على مين؟ على المصارف وعلى الجيش وعلى القوى الأمنية وعلى التشكيلات الاجتماعية الواقعة خارج خيمة المقاومة. قطعا هذا يعني أمر حماقة لا يمكن أن يرتكبها الأمريكي. بالتالي سيركب التركيبة التي تعيد تعويم ذات النظام بذات القواعد بذات الأصول. وهلا مش قضية حزب الله أنه يحط جهده في الداخل اللبناني أمام مشهد على مستوى المنطقة، يعني يحتاج ويستحق أن يضع كل إمكاناته كل قدراته ويحشدها فكريا وسياسيا وعملياتيا من أجل هذه المعركة المفتوحة في فلسطين وحول فلسطين. بالخلاصة، قواعد الاشتباك التي أعتقد أننا قادمون عليها بعد معادلة سماحة السيد التي قالت إن القدس تعادل حربا إقليمية وقامت بتنظيم المسافة بين الوطني والقومي أو الوطني والإقليمي في معادلات المنطقة، إنه إيران مش مطلوب منها تحرر فلسطين، إيران تهتم ببناء الدولة الإيرانية ومعادلات القوة للشعب الإيراني ومصادر الرفاه للشعب الإيراني وأن تكون إيران دولة عزيزة في العالم، لكن القدس مسؤولية مشتركة. حزب الله بيقدر يكون مهتما بالشؤون اللبنانية بقدر ما يشاء، ومثله أنصار الله في اليمن ومثلهما الحشد الشعبي في العراق، لكن القدس وسوريا في سوريا، لكن القدس هي. وأنا بالمناسبة لفتني كثيرا أنه بلبنان ما طلع ولا صوت علق على كلام سماحة السيد لما حكى عن القدس تعادل حربا إقليمية، اللي هي ضمنا تقول أن حزب الله سيكون شريكا في حرب إقليمية إذا كان عنوانها القدس. وأعتقد أنه هذا لأن القدس لها هذه المكانة، لا يسهل على الذين كانوا يعني يتمادون في انتقاد المقاومة أنه عم تربطونا بمستقبل الصراع حول فلسطين. هذه الآن أعتقد بعد هذه المعادلة الوحيدين اللي أخذوا الموضوع جد هن الأمريكان، لأنه الباقي العرب ولبنانيين وغيرهم قعدوا يتسلوا بصحة سماحة السيد أنه لاحظنا، وحتى الإسرائيليين وتقارير ومعلومات ومدري شو، حتى تحليلات. واحد منها بيضحك اليوم اللي بيحكي عن خلافة السيد حسن نصر الله بغلطه بالاسم، بيقولوا بدل ما يقولوا هاشم السيد هاشم صفي الدين بيقولوا هشام، يعني أنه معلوماتك دقيقة لدرجة أنه الاسم منك عارفه منيح، اللي هو موجود في الصحف وموجود في وسائل الإعلام وأبسط واحد بيتابع بيعرفه. فبالتالي راحوا على البروباغندا أنه كيف بنعمل حملة إعلامية، كيف بدل ما ناخذ المعادلة ونناقشة ونفكر فيها ونشوف كيف نتواجه معها، أنه كيف بنقدر نستثمر على هالنقطة. يعني عقول خطيرة الحقيقة، يعني يشهد لها بالتفوق وبالعبقرية. يعني إذا هؤلاء أغبياء هني الواقفين على الضفة الأخرى، طبعا هذا من حمد الله يعني أن يكون حمقى الذين يقاتلونك. لكن الأمريكي ما كان هيك، الأمريكي أخذ المعادلة جد
وكل الكلام اللي طلع من واشنطن آخر جملة فيه منعاً لتدهور الوضع الإقليمي، يعني معادلة الحرب الإقليمية، أن وقف النار كان ضرورياً لمنع انفجار الإقليم. كلنا قرأنا وسمعنا التصريحات الأمريكية، وبالتالي الآن المعادلة كيف تمنع حرباً إقليمية؟ بأن توقف التدهور في القدس. وبالتالي إذا نجحوا الأمريكان بوقف التدهور في القدس سيتنفس المقدسيون، وهذا إنجاز عظيم تكون قوى المقاومة قد حققته لتؤسس عليه. والأرجح أنه ما ينجحوا، لأن المستوطنين والمتطرفين مثل ما سبق قلنا هن القوة المسيطرة والمهيمنة على الشارع وحركة الشارع والشرطة وكثير من أجهزة كيان الاحتلال. ففي هذه الحالة نحن ذاهبون على الأقل إلى مزيد من التصعيد، قد لا يصل إلى الانفجار الكبير لكنه سيحقق المزيد من التراكمات في موازين القوى، مش فقط على مستوى الصواريخ. أنا أتوقع، هون ما عم بحكي معلومات، أنا أتوقع مثل ما كانت خبرتنا في التجربة اللبنانية، لما بتنحاز الناس لخيار الاشتباك بصير المسافة الفاصلة بين الاشتباك المدني وبين الانتقال إلى المقاومة المسلحة هي مسافة زمن، لأنه القضية بالأول هي مش في تعقيدات المواجهة المسلحة، هي في مبدأ الاقتناع على مستوى شرائح واسعة بأن خلص سقطت إمكانية التعايش والمساكنة. أنا اعتقادي أنه على مستوى 48 لم تكن قد سقطت نظرية التعايش والمساكنة قبل هذه الجولة من المواجهة. في الضفة الغربية وأوهام التفاوض والرهانات على التفاوض لم تكن قد سقطت نظرية المساكنة والتعايش، وسقوط المساكنة والتعايش مش مشروط فقط بتوحش العدو سواء كان داخل الكيان أو كما كان ما نتحدث عنه في جنوب لبنان، مشروط أيضا بالأمل بالنصر. فبالتالي بدهم يتزامنوا الأمرين، وأنا أعتقد الآن نحن أمام تزامنهما. نحن الآن أمام ولادة شيء يقول للشعب الفلسطيني في 48 وفي الضفة وفي القدس أنه هذا الاحتلال من قدر وهذا الكيان من وجد ليبقى، وأنه إمكانية كسر رأسه وكسر أنفه ومسحه بالتراب إمكانية قائمة. وبالتالي بالمقابل عائدات وتبعات التعايش والتساكن باتت فوق القدرة على التحمل وفوق إمكانية الناس على الصمت عنها. ونحن شفنا شباب وصبايا بعمر الورد سواء في القدس أو في أرض 48 وهم يتحدثون بحماسة وصلابة وثبات. سيؤدي في النهاية هذا إلى موج من المواجهات في حصيلتها ستبدأ تتشكل ما يمكن أن نسميها يعني بذرة تشكيلات مقاومة، قد تكون خارج التنظيمات التي نعرفها، قد تكون تشكيلات جديدة. ما هيك صار الوضع بلبنان، وهيك صار أصلا بغزة، عم نحكي بأواخر الثمانينات ما كانت حماس موجودة، يعني كانت فتح هي القوة المهيمنة في الحركة الوطنية الفلسطينية، ومعها التنظيمات التي نعرفها، الجبهة الشعبية الديمقراطية، القيادة العامة وسواها. وبالتالي شو اللي رح ينشأ ما فينا نتنبأ فيه، لكن أنا على الأقل بالنسبة لي شخصيا أقول إن الشروط اللازمة لانتقال الصراع إلى حلقات متقدمة بدأت تتشكل، بدأت تتوافر. وطالما أن الأمريكي سيكون عاجزا عن صناعة تسويات قابلة للحياة، فقانون الصراع سيتكفل بإنتاج الكثير من عناصر التصعيد التي ستدفع الفلسطينيين إلى الانتظام في أشكال مواجهة جديدة، إلى تشكيل صفوف حالات جديدة قادرة على رفع سوية ووتيرة الاشتباك. حتى بالضفة أنا أقول مش بالضرورة أنه تكون تشكيلات حماس والجهاد هي اللي تخوض المواجهة المسلحة، ممكن نلاقي من قلب فتح، ومش ضروري كتاب الأقصى أيضا. يعني حركة التاريخ وحركة الشعوب دائما تبدع وتفاجئ بوقائع وحقائق ونتائج تسبق كل توقيع وكل توقع، ولا تكون في دائرة الممكن والمحتمل بالنسبة للمراقب عن بعد. وبالتالي أنا شخصيا أتوقع أنه نحن أمام مشهد فلسطيني جديد. نحن مع اكتمال دورة تشكل المشهد الإقليمي في المنطقة مع الاتفاق النووي ومع التطور المرتقب في اليمن ومع التطورات المتسارعة في سوريا من الاعترافات الدولية وما سينتج عنها، لأنه الاعترافات مش ببلاش، يعني هاي بده يرافقها وبده يستتبعها فتح ملف النازحين، خاصة في ظل، وهذا تحول جديد في الحقيقة رح يعني احكي عنه واختم فيه، انه مثل ما فاجأت الصين كل الغرب بمجيئها الى ايران
باتفاق ال 450 مليار دولار، حجم الكتلة النقدية الصينية العائمة التي تبحث عن استثمارات هو بتريليونات. كانوا يروحوا الصينيين يحطوها في سندات الخزينة الأمريكية. طيب هلأ إلهم هني 3.8 تريليون بالديون الأمريكية. واضح أن الصينيين أخذوا قرار بالخروج منها، أنه هول ما قادرين نسترجعهم يا خي ماشي الحال، لكن لا للمزيد من الاستثمار في سندات الخزينة. طيب وين بده يروحوا الصينيين؟ ماشيين بالحزام والطريق وعم يدفعوا بيستثمروا بكل بلدان العالم، مزيد من الموانئ، مزيد من سكك الحديد، مزيد من الطرق. كان ملفتا كلام الرئيس الصيني وزير الخارجية الصيني عن سوريا بالتهنئة للرئيس بشار الأسد، وأننا سنقف مع عملية إعادة إعمار سوريا. أنا بالمعلومات عندي أنه مليارات الدولارات الصينية مرصودة للاستثمار في عملية إعادة إعمار سوريا، معها إيران الخارجة من العقوبات أولى أولوياتها ستكون والأيام قادمة أنه للاستثمار في سوريا وإعادة إعمار سوريا، وبالتالي نحن رح نكون قدام مشهد سوري أيضا جديد. فالمنطقة عم تتشكل والكيان عم يضمر وعم يتراجع وعم يتفكك، والإرادة الفلسطينية إلى صعود. تما ننوهم أنه عم نحكي عن أسابيع وشهور، أنا عم بحكي عن سياق، يعني عم نحكي عن هذه السنة المقبلة من 4 حزيران ل 4 حزيران القادم. نحن أمام مشهد سيتصلب فيه وضع محور المقاومة، سينمو أكثر، ستستقر ساحاته أكثر، ستكون أكثر قوة واقتدارا. اليوم بالمناسبة إذا حدا منكم صار له يشوف البيان العراقي الأمريكي المشترك اللي بيقول أنه تم الاتفاق على إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق، لتشوفوا قديش الأمريكي يعني صاير حالة كاريكاتيرية، أنه تم يقولوا انسحاب إعادة انتشار خارج العراق. يعني طيب هذا الكلام كان مرفوض قبل، كان غير قابل للبحث. واضح أننا أمام يعني تسارع يفرضه إيقاع التطورات في فلسطين. لما بصير كيان الاحتلال في خطر يصبح هو أولوية الأولويات، ومنعا لانهياره يجب منع الحرب الإقليمية. ومنع الحرب الإقليمية هلأ صاروا هني يحكوا بمنطق اللي كانت تحكي فيه بعض القوى الوطنية العربية بالماضي، أسقطوا الذرائع أنه ناطرين الإيرانيين والمقاومة بدهم ذريعة لحتى يعملوا الحرب، لا تعطوهم ذريعة. وبالتالي عراقي خير ننسحب من العراق. سوريا مفاوضات، كمان في خبر من امبارح، مفاوضات أمريكية روسية على تسليم آبار النفط في المنطقة الشرقية في سوريا للروس، فيها الفكفكة الأمريكية السريعة للتفرغ لإحاطة الكيان. راح يحطوا مال وراح يحطوا سلاح وراح يحاولوا يأمنوا الاطمئنان، لكن ما دمر في الروح فوق قدرتهم إعادة بناء، وما بني في الروح عندنا فوق قدرتهم تدميره. أنا يعني سأكتفي هنا، وفقط أقول نقطة لها علاقة بموضوع التوأمة اللي تحدثنا عنها، لأنه بدي يعني هاي الفقرة لكونه ننشر نحن على اليوتيوب، فبدي إياها جزء من حديثي قبل الحوارات. أنا لم أقصد ولا أقصد فكرة التبرع بذاته، لأنه تأتيني مراجعات ومناقشات وأسئلة حول مسألة التبرعات. كل تبرع مفيد وبيوصل ونضمن أنه بيوصل عبر أي جمعيات وهيئات سواء كانت غربية أم فلسطينية أم عربية مبارك، لكن هاي مش هي اللي بتغير المعادلات. أنا قصدت بمسألة التوأمة، التوأمة بذاتها معنى أن تبدأ تنشأ شبكة علاقات بين الأسر الفلسطينية وخصوصا في القدس، لأنه التهجير من القدس له خصوصية عقائدية ببنية الكيان، وبين يعني عرب وإذا في أجانب بس بشكل أساسي عرب مقيمين في بلاد الغرب بشكل أساسي وفي بلاد الخليج، يتلفنوا يسألوا عنهم يتواصلوا معهم، يصيروا هاي التوأمة لها وظيفة اجتماعية سياسية. أول رسالة لها أنا بتقول للفلسطيني لستم وحدك، قبل الألف دولار والخمسمائة دولار والثلاثمائة دولار، هو التفصيل الأصل والأساس أنه نعم خلي يكون عندنا 20 عائلة بموزعين بأنحاء أوروبا وأمريكا عندهم عائلة مقدسية بيعتبروها عائلة شقيقة، مثل ما عنده خي أو عنده أخت أو عنده صهر أو عنده شو أخباركم اليوم طمونا، بيسمع أخبار اشتباكات بالشيخ جراح بياخد التليفون وبيحكي معهم بيطمن عنهم. هذا الذي قصدته، أنه تشبيك العلاقات الاجتماعية بين هذه العائلات المقدسية
وبين عائلات عربية بشكل أساسي مقيمة في الخارج، وبصير تفصيل المالي هون هو نوع من الترجمة لهذه الوحدة ولهذا التضامن ولهذا التكافل. بالموضوع التبرعات أنا ما بدي يعني أن نحرف مهمتنا ونصير نحن عم نحكي تبرعات، في كثير من يهتم في مؤسسات نحن يعني فوق طاقتنا أصلاً التفكير بهذا، ولسنا موجودين لهذا، لذلك ما بدنا نستنزف فيه ونحمل أعباء الأدبية والأخلاقية والمعنوية. فقط أعيد التأكيد بموضوع التوأمة أن المقصد الذي يعني كان وراء الاقتراح هو بناء شبكة اجتماعية تحتضن العائلات المقدسية، وقادرين يكون إذا انشغل الموضوع وتحول إلى كرة ثلج بمعنى أعطي قوة الدفع، أنه إذا بلشنا بأول 10 توأموا مع عائلة نقول خلصنا أول مرحلة، خلي نبلش بالمرحلة الثانية عائلة ثانية. شو معنى؟ هلا نحن خلال أسبوع اللي صار ناضج عنا 10 على عائلة، عظيم. إذا كل أسبوع 10 على عائلة يعني بآخر السنة رح يكون عنا 10 بخمسين 500 شخص برا على 50 عائلة في القدس. هذا مش مزح. هول 10 مع يعني ال 500 مع ال 50، 500 عائلة برا عم يتواصلوا بشكل شبه يومي وعائلي واجتماعي وجداني، وبيطمنوا عم بصير بيعرفوا الأسماء، بصير كيف فلانة بنتك، كيف بصير ما منعرف شو بصير، يعني ممكن حتى تتطور الأمور إلى ما هو أهم وأعظم، مثل ما قلت مرة الماضية حدا مسافر بيمرق بيسأل بيروح بيجي. فأنا أجدد القول، التوأمة هدف بذاته وليست آلة لجباية التبرعات. أنا بدي وقف القسم الأول هون، ومثل العادي بنوقف دقيقتين ثم نعود ونعود للحوارات، وسأبدأ في القسم الأول منها بمداخلة للأخت أمل هملي من اليمن لنستمع منها يعني تقدير موقف مختصر حول الوضع في اليمن، ثم أنتقل لأعطي الكلام حسب يعني التسلسل. وطبعا بالبداية راح يكون الدكتور زياد الحافظ شريكنا الدائم الذي به نعتز ونفتخر. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا، ودقيقتين ونعود لنكون معا في القسم الثاني من هذا المنتدى.